السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أنا معكم عبد الله السالم. طبعا اليوم راح نتحدث عن تجربة فتح الجراج وإغلاق الجراج اللي هو الطبيلة. زين، فاليوم راح أفصل لكم في هذه القضية الوشيكة. زين، خسرت معظمنا درجة أو درجتين في الاختبار السابق في مقرر الأمن اللي هو شو اسمه برمجة الأشياء، وش اسمه أمن الأشياء عموما كذي اسمه. خلنا نشوف اسمه، لأن أنا حقيقة الأسماء مو بحيل إياها للأسف. زين، فأضيع أحيانا، المعذرة على منكم، فلهذا لازم أرجع إلى هذا الموقع اللي أنا سويته عشان أنا أتذكر أسماء بعض المقررات. إيه، أمن إنترنت الأشياء. نعم، أمن إنترنت الأشياء، المهندس. طيب، خلينا نتكلم عن هذه التجربة الجميلة ومشكور عليها الأستاذ عبد الكريم. زين، بالنسبة لشو اسمه السيرفر واستخدام السيرفر والراوتر، طبعا الرسمة راح تكون بهالشكل. خلينا نركز فيها. بداية لازم ان احنا ننزل سيرفر. زين، وين السيرفرات؟ انا حقيقة مشكلة ان انا ما بحافظ وين اللي هو المعدات هذي. ما ادري هذا السيرفر ولا شنو ذي، ما اعرف. هذي مو بسيرفر، ذي الاي اس اي، ما دخلنا فيه، في مقرر اخر. زين، هني خلنا نشوف، يمكن موجود السيرفرات هني. اجل، يمكن اي هذا هو السيرفر مثلا، اي هذا هو السيرفر. زين، فعموما راح نشبك السيرفر. السيرفر راح يشبك وين؟ في راوتر. هذه الراوتر ويش لازم يكون عندك 24 منفذ. زين، فبنشوف الراوتر بو 24 منفذ. زين، اينك يا الراوتر بو 24 منفذ، ما براوتر، اسف سويتش بو 24 منفذ. جميل، راح يكون عندنا اللي هو شيئين فقط، اثنين. زين، خلنا اول شيء اللي هو نشوف نشبك مثلا ذبذة. زين، فبنروح ناخذ سلك، ناخذ هذا السلك. زين، كوبر. زين، ونشبكه من هنا الى هنا، اي منفذ عادي. زين، الان راح نسوي الاعدادات اللي هني. زين، الاعدادات اللي هني لازم ان احنا نفهمها. زين، هني في السيتنجز ما ينفع تجي وتحط دي اس سي بي وما ادري شنو. زين، لا، راح تحط اللي هو الستاتيك. طيب، هني راح تخلي الستاتيك، وراح تحط هذه 192 مثلا، 168 51، اي شيء انت حر هني. زين، فلازم تخلي ستاتيك اللي هو هذا بالنسبه حق هذه، ما تجي هني وتتفلسف، لا ما له داعي. زين، فقط تروح على الفاست ايثرنت، تحط اللي هو الاي بي ستاتيك وخلاصنا. بالنسبه حق السيرفيسز، زين، راح تجي حق الدي اتش سي بي، هو راح يقول لك شغل الدي اتش سي بي. راح تشغل الدي اتش سي بي، بعد ما تشغلها راح تحجز اي بيات، يعني مثلا احجز من 10. زين، بحيث ان الاي بيات تبدا من 10 وبعدها تتوزع. هنا راح تقول له سيف بشكل مباشر. طيب، ليه؟ شلون قلت له سيف؟ ليش ما قلت له اد؟ لانه مضاف مسبقا. زين، فهو فقط بيعدل على المعلومه الموجوده. زين، خلاصنا من هذه الناحيه. زين، الان بعد ذلك عندنا خدمه اللي هو دي ان اس، خلوها متقدمه، ما راح تاخذونها حاليا. تروحون حق الاي او تي. زين، في الاي او تي بس عليكم انكم تخلونها اون. زين، الان خلاص، خلاصنا تقريبا من هم كلها. الاشياء الثانيه مش مطلوبه اصلا. زين، فخلاصنا الان من السيرفر بشكل كلي. طيب، الان شنو الاشياء المهمه او الاشياء اللي نوصلها؟ الاشياء اللي بنوصلها هي ثلاث اشياء. زين، الشيء الاول هو في الاي او تي، خلينا نروح حق الاي او تي، الجراج، باب الجراج، هذا هو باب الجراج. زين، وعندنا القارئ، القارئ اتوقع في المدن الذكيه. زين، هوني ممكن في المدن الذكية، نعم في المدن الذكية. هني راح ناخذ أيضا بطاقة. جميل، هذه الأشياء الثلاثة اللي يجب أن تكون موجودة.
أيضا عندنا لابد أن يكون في كمبيوتر مثلا عشان أن احنا نقدر نتحكم. جميل. هني اللي راح نسويه هو أن احنا راح نوصلهم. زين. طبعا في بعضهم فيهم اللي هو منافذ وفي بعضهم ما فيهم منافذ. يعني الحين لو جينا هني في منفذ، تمام 100%، بس لو جينا على الجراج احتمال ما في منفذ. زين، احتمال. شباب لو تلاحظون في منفذ حق الاردوينو ما دخلنا فيه. زين، فاللي بنسويه هني ان احنا نضغط عليه، بعدين بنقول له ادفانسد. زين، بعد ما نقول له ادفانسد بتروح على عذرا تقول له ادفانس، بعدين بتقول له اي او. زين، كونفج كونفج. زين، بتجي هني وبتحطه على هذه اللي هو السي اف اي. السي اف اي هو انك تحوله الى اللي هو من واي فاي الى سلكي. زين، بعد ما تحوله من واي فاي الى سلكي راح تضغط هني وتختار اللي هو الفاست ايثرنت. زين، الان امورك كلها طيبه. زين، من هالناحيه. ولكن الآن هل هذا فيه دي هو في ال شو اسمه، أخذ الاي بي؟ لا، ما أخذ الاي بي، فلازم أدخل عليه أغير من ستاتيك إلى دي اتش سي بي، أتأكد أنه أخذ الاي بي السليم. زين، أخذ اي بي بس معفن. الآن بخليه يأخذ اي بي عدل. زين، ايضا نفس الشيء، خلنا نرجع له بعد شوي. زين، الان خلنا نروح حق الثاني، نتاكد من نحط دي اتش سي بي. زين، هذا اخذ مباشره اي بي، ممتاز. الان خلنا نرجع حق خوينا. زين، اي واحد ده هو اخذ اي بي، ممتاز، فتاكدنا منهم، هذا شيء حيل مهم. زين، الان الشيء الاهم ان احنا ناخذ جهاز بي سي ولا اي جهاز ولا لابتوب على راحتك. عموما راح نوصله باللي هو شنو، بالسويتش. زين، عن طريق المنفذ الفاست ايثرنت. من ثم راح نروح على الديسكتوب، بنروح على الويب براوزر، من ثم راح نحط الاي بي مال السيرفر. زين، حلو. بعد ما حطينا الاي بي مال السيرفر، المفروض انه يطلع لنا واجهه. هذه الواجهة نقدر من خلالها ان احنا نبرمج. هنا عندنا request timeout. زين، خلينا نشوف شو المشكلة. واجهتنا مشكلة هني انه هو غير الاي بي مال اللي هو شو اسمه السيرفر، فرجعوا حق السيرفر مرة ثانية، تأكدوا ان الاي بي ما زال كما هو. زين، واحفظه بشكل جيد بحيث انه هو ما يتغير. خلنا نشوف مرة ثانية بس. تمام. طيب، اذا صابتكم هذه المشكلة لازم انكم تقطعون الاسلاك اللي هني واحد واحد. زين، من ثم توصلونه مجددا عن طريق اللي هو هذي. بس قبل، اول شيء قبل لا تسلكون، زين، تجون على السيرفر تأكدون ان الستاتيك بس. تمام. زين، طيب الان نجي ونسلك. زين، والافضل ان احنا نعده قبل، بعدين نجهز الاجهزة، بعدين اخر شيء نسلك، هي الطريقة الاصح. زين، الان خلنا نشوف هل ما زال ستاتيك ولا اللي هو تغير بس. تمام. زين، الان ايضا نشوف اللي هو الاي بيات مالت شو اسمه الاجهزة، هل تغيرت ولا لا. شفتوا هني صارت ستاتيك، لازم نخليها دي اتش سي بي. زين، هلو. عموما هني ما حجز بس ما عليه، ولازم تخلوني احجز لان في الاختبار بيجيكم يحجز، بس ما عليه، ما مشكلة. زين، هني ايضا عندنا الجهاز الثالث، عذرا ما علينا من ذا، علينا من فاست انترنت بس، اخذ 4، ممتاز.
يعني الحين الأمور كلها طيبة. خلنا نشوف الحين ندخل على الواجهة أو عذرا الويب، موقع الويب المتصفح، بعدين اللي هو 5-1. زين الآن دخل ويانا، لو تلاحظون لازم بداية نحن نسوي يوزر جديد اللي هو اسمه أدمن، مثلا أدمن. زين أدمن عشان ما تضيعون. زين الآن الأمور كلها ممتازة بناتكم، ولكن مو موجود الأجهزة. طيب سهلة، تروح حق الجهاز نفسه، بعدين تروح حق السيتنجز. زين في السيتنجز راح تلاحظ 3 أوامر حق الاي او تي سيرفر، وتأكد انك انت شغلت الاي او تي سيرفر. شغلنا احنا، نجي هني ونحط اللي هو الاي بي، ستاتيك اي بي مال السيرفر. زين ونحط ادمن حق ان احنا نربطهم. دي الاشياء المفترض انه يكون اي دي، بس الخطأ اللي مساء حدث هذه قد يحدث لك وقد يضيع وقتك كله. كل اللي عليك انك تحذف الوايرات بس، لا اكثر ولا اقل. هذه واجهة كثير من الشباب دفعتنا، معظمهم ما اخذوا درجة جيدة بسبب هذا الامر، فانتبهوا من الدفعات الجاية. زين الان ايضا راح نسوي ايضا هني نفس الخاصية او نفس الشيء، 5-1، بعدين راح نحط ادمن. زين راح نقول له كونكت. الان المفروض انه ارتبط بشكل سليم، فالان الامور كلها طيبه. طيب الحين جينا حق الاهم، يعني الحين حاليا خلينا نروح هني ونشوف شو اسمه صاير في البراوزر. اذا رحنا هني وكتبنا المتصفح اللي هو رقم الستاتيك اي بي، طبعا هني ما بقول ساين اب مره ثانيه، خلاص انا سجلت اول مره، فهني بقول بس ادمن. زين ايضا انا سجلت جديد ما راح يطلع يعني. طيب هني عندنا ايضا اللي هو طلعت هني الاجهزه. طبعا ينصح انك انت تسمي الاجهزه تسميتها بشكل سريع بهالشكل، فممكن نكتب جراج. زين وممكن ان احنا نكتب هني مثلا ار اف اي دي عشان اختصار، نكتب الباقي. زين الان هني المفترض انهم يطلعون لك بهالشكل. لو ضغطت على هذه راح يفتح، ولو ضغطت عليه مرة ثانية راح يسكر. زين وهني مثلا اللي هو راح يطلع لك حالة القراءة الحالية حق ال RFID. طيب في الاختبار احتمال انه يجي لك سؤال، شنو كيف انا استخدم البطاقة هذه للفتح؟ لو حطيت البطاقة على الريدر يفتح، ولو شلتها ما راح يسكر، لا راح ما يصير شيء. زين ولكن اذا حطيته مره ثانيه راح يسكر، وهذا الطبيعي اللي يصير في الحياه الواقعيه. زين فش الحل حق هذه المشكله؟ زين خلنا نشوف شو الحل حق هذه المشكله. طيب الان في عندنا شيء اسمه كونديشن، المفروض احنا عرفناه. طبعا بما انكم وصلتوا حق الفيديو انت عرفتوا شنو الكونديشن اللي هو الشروط. زين هني راح نضيف شرطين. الشرط الاول زين راح يكون عباره عن الفاتح. زين فبنسميه مثلا اوبن زين دور اللي هو الجراج نفسه، باب الجراج. زين هني ايش بنحط؟ طبعا ما نحط راح نحط جراج، بس لاحظت نسينا نقطة ان احنا ما حطينا الرقم الوظيفي. لازم تروح حق اللي هو البطاقة نفسها، تروح حق الاتريبيوتس وتغير الرقم الوظيفي. مثلا راح نحطه هني 22 على سبيل المثال. زين انت تقدر تحط اي شيء. زين الان هني في الكمبيوتر زين واحنا نعدل. زين خلنا نعود مرة ثانية 5-1. الآن إذا دخلنا هني أدمن انتر، الآن إذا رحنا على الكونديشنز زين راح نضيف شرطين فقط عشان إن احنا نحل هذه القضية. زين الشرط الأول اللي هو حق الأوبن زين راح يكون مضمن داخله ثلاث شروط. زين الشرط الأول إنه يكون الرقم الوظيفي اللي بيجي ويقرأه الـ RFID زين يساوي شنو الكارد ID. زين
كان يساوي 22 اللي احنا حطيناه. جميل. الشرط الثاني اللي يجب انه يكون اللي هو الباب مقلق. زين، انا ما بفتحه الا اذا كان مقلق. زين، فلازم ان احنا يكون مقلق، يكون الجراج زين اون، زين يكون فولس، زين يكون الجراج مقلق مقلق. هل اكتب بين الشرطين؟ لو اكتفيت بين الشرطين راح يعلق مدى الحياه. زين، فلازم انك تسوي الشرط الثالث. شو اسم الشرط الثالث؟ انه يكون الكارت نفسه، زين الريدر نفسه اللي راح يقرا الكروت، يكون حالته الحاله اللي هو ستاتوس از شنو؟ از ويتنج، اللي هو قاعد يقرا البطاقه. زين، اذا صارت في ذي الشروط الثلاثه ايش بسوي؟ طيب اللي بسوي شيئين. الشيء الاول ان الجراج زين ينفتح، هذه اول شيء. الشيء الثاني وهو الشيء المهم للغايه، ان اللي هو الاي اف اي دي زين شو يصير له؟ يصير حالته فيلد. زين، كان يصير حالته فيلد انه قابل للقراءه، فبهالشكل يكون يهون ما يهنق وزي كذا، عرفت شلون؟ الان هذا الشرط الاول مال الاوبن. زين، الان في شرط ثاني مهم جدا اللي هو حق الكلوز. زين، شرط الكلوز. زين، شرط الكلوز ايش بسوي؟ بقلب الشروط اللي انا سويته بقلبها. زين، الشرط الاول هالمره ايش بيصير؟ بيصير ان هذه اللي هو الاي اف اي دي يكون حالته شنو؟ waiting. جميل، تكون حالته waiting، هذه اول شيء. الشرط الثاني انه يكون الجراج زين مفتوح، لان ما بقلق الا اذا كان مفتوح. اذا كان مقلق شنو داعينا نقول؟ لا، ما يصير هالحكي. زين، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة انه يكون الرقم الوظيفي ذاته نفس الرقم الوظيفي، فبنقول الكارد اي دي يساوي 22 نفس الشيء. زين، طيب شنو الاشياء اللي راح اسويها؟ اول شيء راح اسويه انه راح اسكر الجراج. زين، راح اسكر الجراج. الاكشن الثاني اللي راح اسويه ان اللي هو ال ار اف اي دي راح يكون حالته فيلد ايضا. زين، بهالشكل راح يقفل ويفتح ايانا بكل سلاسه. بسم الله، لو تلاحظون الان فتح وخرنا، الان قفل بهالشكل. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا لكم على المتابعة والاهتمام. أتمنى لكم التوفيق في اختباركم القادم، وتكون هذه عقبة أنتم تخططوها. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا، لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو.